دلوقتي الزرع والشجر والنخل ده هيموت لو ما حطيناهوش ميه وسقيناه. ف هحط هنا عندي ريفر وعندي ووتر اريا. تعالى نختار الريفر. الريفر بترسم له مسار بتاع الميه. طبعا خلاص الميه راحت، اثيوبيا مبقاش فيه ميه. الميه يا ريس، ده مثلا المسار بتاع النهر سابقا، تمام. زي ما انت شايف ماسه كبير، او ممكن يكون مناسب زي ما انت عايز، بس خلينا نعدل عليه شوية. هاجي هنا اروح رايح للخصائص، ادوس على الرايت كليك واقول له بروبرتيز، تمام. ده البفر ويدث خليه مثلا 3، وعندي حاجة اسمها البنك ويدث، ده اللي هي الحاجات اللي على الجنب، تمام. نخليها مثلا وليكن مثلا 1، تبقى بالشكل دوت، تمام. طيب تعال نشوف التانية اللي هي الوتر اريا. هنرسم زي بحيرة كده، في أي وقت عايز تعدل الشكل سواء هنا أو هنا بتعمل عليه سيلكت وتعدل عادي، تمام. أهو ده البحيرة وده النهر. طيب لو أنا عايز، أنا مثلا عملت سيلكت على الماية ديت وعايز أطلع، مفيش عندي هنا خصائص للزد، بس ممكن أطلع من هنا من المقبض ده، أبدأ أشيل. طبعا الماية مش هتطلع لفوق، هي هتنزل لتحت كأنها مثلا غويطة بشكل دوت، تمام. ده ببساطة فكرة المية في برنامج الانفراوكس 360.